بونسوار، السلام عليكم. درت لكم اليوم ديكريغ ان باتريمون، وصف تراث اللي طلب مني وصف تراث. درت لكم وصف القشابيه، راهي كانت في لا فيديو من قبل ونحيتها باسكو فيها ايماج على هذيك نحيتها. فوالا لا قشابيه ايتانا بي تراديسيونيل، يعني لباس تقليدي الجيريا الجزائري، كي في بارتي دو نوتر باتريمون فيستيمونتير كولتورال، جزء من تراثنا اللباسي الثقافي. سو فيتمون انتيك، هذا اللباس القديم، اكزيستي دوبوي ليبوك بربر، يعني وجد منذ الحقبة البربرية. سون اوريجين روفيان ا جلفا اي ا باتنا، يعني اصله يعود الى ولاية جلفا وباتنا. الي فابريكي ا بارتير دو لان دو موتون، يعني تصنع من صوف الاغنام. سا كولور كونو اي مارون، لونها المعروف هو البني، معروفة باللون البني، مع انه كاينين دوطخ لي يديروها بلونش و بيان الي اغيور مخططة. La قشابيه est portée en hiver، يعني تلبس في الشتاء، par les hommes، من طرف الرجال، pour se protéger du froid، للاحتماء من البرد. Elle est un symbole de virilité au passé et au présent، يعني رمز الرجولة. Symbole هي الرمز de virilité، la virilité هي الرجولة، au passé et au présent. Alors nous sommes tous appelés à protéger cet habit traditionnel car elle est notre patrimoine et notre identité، لأنها جزء من هويتنا، identité هي الهوية، et notre patrimoine يعني من تراثنا. فوالا هاني عاودته لكم يعني باش تقدروا تستفادوا منه، او قصير ماهوش طويل، يعني سا سي مون بروبر برودوي، يعني درتها لكم من عندي، ما هزيتهاش من الفيسبوك باسكو ما نحبش نهز هذوك يجيوكم طوال. كل واحد عنده طريقته كيفاش يعبر. الوغ بون كوراج، ان شاء الله برك تخدموا في الامتحانات. علي، اوغفوار.